هذه قرية أهرمان كتواجد جماعة ولاد علي منصور اللي تابعة لقبيلة بني حسان، وهذا هو جبل الكلتي اللي الهدف ديالنا غدا إن شاء الله العلو ديالو 1926. جا واحد الفرد 2018 كانوا في شي 18 بهم، جاو لعندي وطلعوا لكلتي، ومن طلعوا لكلتي ايالين مهودوا في العشيه باش يباتوا في الدار، حتى دخل الدار عاد مشى ميجلس جالس يصيب طينيفو ما كاينشي، قالوا بداو كيتخاصموا معاه، قبل كون طيحتو قبل كون عطى، قال لهم والو ما طيحتوش، انا نزلتو مع الحوش كانت تما شي قبيله، قلت ايه تما يسخن قبل يمشي للصاج، تما خليتو. وبداو كيتخاصموا واش ماشي يبداو واش ماشي عاملو، قلت لهم انا غادي نطلع، خليته تما عندك الصح ما طيحتوشي، قال لي ما طيحتوشي، قلت له انا غادي نطلع موراه، قال لي كني، قلت له انا غادي نطلع موراه، وطلعت الا حتى تما في الليل، الا حتى للراس اللي في ناض الجبل، وهبطت له، يا سي، يقدر حد يعمل هادي.
سيدي مرحبا بكم، مرحبا بكم على الراس والعين سيدي، مرحبا بكم، مرحبا بكم. المحل ديالكم الاستاذ فوق ما جيتو، مرحبا بكم، داركم هذه.